على جنبي يا اسطى، بيبان على النظارة اللي لابسها سمير غانم الديفيوجن بانو او البتاعة الكبيرة البيضة دي اللي هي بتعمل انعكاس للضوء وبتخليه مزرق. ربنا يخليك يا باشا، انت كلاكسك كده. عايز حاجة؟ تسلم. 4-2-4. طول المشهد ده وسمير غانم ويون الشلبي بيتكلموا، بيبان بوم مايك من تحت. عندك اوضه نوم هنا؟ اوضه نوم؟ ايوه فيه. هما قالوا لك؟ ايوه في اتنين. انت سهرت امبارح مش كده؟ الحدق يفهم، واللي خد باله من الخطا ده احمد سليم. محمود عبد العزيز وهو بينط من فوق السطوح بيبان الدوبلير بتاعه اللي عمل المشهد. امنت بالله، واللي خد باله من الخطا ده ابو عبد الله العلي. مشهد الخناقه ما بين محمود المليكي والممثل التاني بيبان الدوبليرين بتوعهم طول المشهد. الاحتياط واجب، واللي خد باله من الخطا ده حسن الجمل. في المشهد ده بيظهر البوم مايك بوضوح اكتر من مره. مش عايزك تكون متضايق، وزي ما قلت لك استاذ حسان انا مش عايزك تكون متضايق. انا ماشي لاستهان. سلامتك. 30 يوم في السجن، واللي خدت بالها من الخطا ده نهى كامل. الحرامي اللي قدامه سرق منه علبه السجاير. بس هو ما بيغنوا، بتبان علبة السجاير والكبريت في نفس المكان بتاعها. الرجل الذي عطس واللي خد باله من الخطا ده محمود تاكس، لما بيدخل الاسانسير مع المدير بيبقى لابس شراب رصاصي وشبشب. لما بيطلع معاه من الشغل الشراب بيبقى اسود. مالك كده رضا؟ واللي خد باله من الخطا ده اشور برواري. كلمة صفر على السبورة بتختلف ما بين اللقطات، وكمان مكانها نفسه بيختلف. المبروك، واللي خد باله من الخطا ده مايكل بشاي عازر. هي دلوقتي فقد الوعي فبيشيلها على كتفه، بس وهو بيشيلها بتبان انها بتسند بايديها على رجلين الكرسي وهي بتقوم. اذكياء لكن اغبياء، واللي خد باله من الخطا ده دينا. سمير غانم هو بيفتح الشباك بيقول ان هم المفروض يفتحوه بالليل، بس يعني دلوقتي ليل، وحط في اللقطات الخارج مزودين صوت الصرصار على انه ليل فعلا. هنا بقى رشدي اباظه هو بيطلع على السلم علشان يشوفه من الشباك، بيبان ان السما فيها نور، ومش بس كده بيبان خيالهم الشمس تحت رجليه، يعني الدنيا كمان دور. لو انت كمان عندك اخطاء وعايز تبعتها لي ممكن تبعتها بكذا طريقه، سواء هنا في الكومنتات او مسج على فادي دادي على الانستغرام او مسج على فادي دادي اونلاين على الفيسبوك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مره ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهده.